أجواء جميلة هنا في ملعب الأنفيلد. نتواجد اليوم مشاهدينا لتغطية هذا اللقاء، سأكون معكم من كابينة التعليق. كل الأمنيات بالتوفيق والاستمتاع بمشاهدة هذه المباراة. فريق ليفربول يواجه فريق ريال مدريد، مباراة مهمة للمدرب، يمكن من خلالها أن يجرب بعض الخطط واللاعبين وأن يخرج بنتائج عظيمة واستفادة كبيرة. ليفربول إنفيلد رود، واحد من أعرق، ممتلئ بالجماهير الوفية التي تعشق النادي. عشق جماهير ليفربول لفريقها غير عادي، يحضرون بشكل مستمر بغض النظر عن نتائج الفريق. شعارهم دائما لن تسير وحيدا أبدا. يا مجنون يا أخي، أنت كيف تلعب؟ شوف الهروب، شوف اللقطة في هذه اللعبة. ولا مع التشكيلة الرسمية لفريق ليفربول في مباراة اليوم، أليسون بيكر في حراسة المرمى، جويل ماتيب سنع بجوار فان دايك في الخط الخلفي. قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات حين يسجل فيها هدف حلو في اللقطة الماضية، لوب من فوق حارس المرمى، لكن الكرة في اللقطة الماضية بتضيع والتنفيذ ما كان بالدقة الكافية. الله على الاحتفاظ بالكرة، يتقدم فيها للأمام. هذا التاكلينج مثالي في المنطقة. مع تواجد كريم بنزيما نتوقع الكثير في هذه المباراة. عند امتلاك المهارة مع الكرة يكون دائما إضافة داخل الملعب وتأثير على أداء الفريق بالكامل، لأن لدي امتلاك الكرة وأيضا القدرات الخاصة اللي تصنع الفارق من خلال المهارات الفردية. تسويبة من كريم بنزيما، تصدي جيد للكرة. ركنية تنفذ في منتصف 18، الكرة بتتحول إلى ضربة مرمى. تمريرة ضعيفة تذهب للفريق الآخر. لوكا مودريتش يملك خيارات كثيرة. توني كروس، فرصة لهجوم مرتد في هذه اللحظات. الفرصة ما زالت في الهجمة المرتدة. مميز الضغط العالي في استعادة الكرة في مناطقها. مستحيل الكرة، تصدي والتألق غير عادي من كورتو. هدف من هذه المسافة لكن ضاعت، لكن أبعدها. ركنية تنفذ داخل ال 18. ينجح الضغط العالي في استعادة الكرة. كريم وفرصة هدف الآن. الله على التدخل، توقيت مثالي لإيقاف الخطورة. هنا سهل اعتراض الكرة. الكرة بتتخلص بعيدا هنا. يفقد الكرة هنا بعد تمريرة خاطئة. تنتهي الخطورة هنا. فينيسيوس، تصويب الآن يوقف حارس المرمى. ركلة ركنية لريال مدريد وفرصة متاحة للتقدم في النتيجة. اختار بأن يمررها إلى زميله. يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر. لم يعد هناك تهديد في هذه اللحظات. الشوط الثاني ينطلق من عند الريال. اوهو، تسلل قريب جدا. تشاوميني، حلوة الكرة البينية، يكسر فيها المدافعين. تعامل جيد مع الكرة وإيقاف لخطورة البينية. يبعد الكرة بعد هذا التدخل.
مستوى عادي شاهدناه من جانب كريم بنزيما في شوط المباراة الأول. شوط أول في أداء متواضع الحقيقة، بدون بصمة حقيقية على أداء الفريق، غياب التأثير سيكون له مردود سلبي. الآن في الاستراحة، مهم جدا تجاوز هذا الأمر وتقديم مستوى مختلف في الشوط الثاني. الكرة وصلت لمحمد صلاح، اعتراض الكرة في مكان ممتاز. كريم بنزيما، حذر كبير من الفريقين مشاهدين حتى الآن، لا توجد مبادرات هجومية ولا توجد محاولات كافية على المرمى للتسجيل حتى اللحظة. طبيعي تشاهد التعادل السلبي حاضر، ونتمنى بأن لا تستمر الأمور بهذه الطريقة حتى النهاية. هل نشهد تغيير ما في الهجوم المقبل؟ بنزيما، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة، والهدف يأتي. الضغط مستمر، الإصرار على الهجوم، أخيرا الكرة في المرمى، هدف مستحق، مجهود كبير من الفريق حتى الآن في هذا اللقاء. ريال مدريد يتقدم في النتيجة. ماذا سنشاهد؟ أي قرار في هذه اللحظات؟ بطاقة صفراء في وجه لاعب ريال مدريد. قطع للكرة قبل أن تشكل خطورة. ممكن كرة مرتدة في هذا التوقيت. مر فيها بنزيما بحد كريم. بينية تضرب خط الدفاع. فرصة التعادل، كرة للتعادل الآن. هدف لمصلحة الليفر. تابع الهدف مرة أخرى، واللي كان من هجوم مرتد سريع ومن مسافة قريبة، لا يمكن أن يهدر هذه الكرة. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. بكرهها الصح، خلص الكرة في اللقطة الماضية. المباراة تدخل في دقائقها العشر الأخيرة. فرصة خطيرة هنا، كرة تتخلص بعد انطلاقة، كان ممكن تشكل خطورة. 5 دقائق كل ما يفصلنا عن الوقت الأصلي لنهاية هذه المباراة، والتعادل مستمر في النتيجة. الله على قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة. تشاوميني، لعب مستمر هنا مع الإقرار بوجود خطأ. الله، الكرة في المرمى، هدف في التقدم في الثواني الأخيرة، هدف لا يمكن تعويضه. أي سيناريو، أي جنون، غير معقول ما يحدث. هذه لقطة الهدف مرة أخرى، شوف العرضية كيف انلعبت، وإنهاء جميل بكرة رأسية في المرمى، هدف في منتهى الروعة. انتهت المباراة، الصافرة تؤكد الآن خسارة فريق ليفربول لهذا اللقاء. توقيت استقبال الهدف كان سيء جداً، هزيمة صعبة جداً تقبلها، كان عليهم التركيز أكثر في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. يا لها من مباراة كانت، وأي أداء فردي هنا، مستوى كبير جدا وحضور جيد في الملعب اليوم.